هاي معكم كارول من أسنابل نيوز. لما منطلع حوالينا منشوف المناظر الطبيعية يلي خلقلنا إياها الرب لقلنا، ومنشكر عليها ومنحمده لأنها كتير حلوة، ولكن أكيد منزعل لما منطلع ومنشوف إنه عم تتلوث. بهيدا الروبورتاج رح نتعرف أكتر عن التلوث وعن أضراره. التلوث إلى عدة أنواع مثل التلوث الكيميائي، وهو التلوث بالمواد الكيميائية المختلفة سواء كانت مصنعة أو تستخدم كمواد تنظيف. التلوث البيولوجي، وهو من أقدم أنواع التلوث ويكون نتيجة وجود كائنات حية مرئية أو غير مرئية في الوسط البيئي، فتختلط هذه الكائنات بالطعام أو الشراب الذي يتناوله الإنسان. التلوث الإشعاعي، وهو من أخطر أنواع التلوث البيئي ويحدث نتيجة تسرب الإشعاعات إلى النظام البيئي، حيث لا يمكن الشعور بهذه الإشعاعات ولا شمها فتدخل إلى حياة الكائنات الحية وتسبب الأضرار. التلوث الضوضائي، يحدث نتيجة الأصوات العالية المزعجة مثل صوت الطائرات أو السيارات، فيسبب التوتر والقلق واضطرابات في النوم. التلوث الحراري، يحدث نتيجة التغير في درجات الحرارة البيئية. تلوث الهواء، وهو نتيجة إطلاق مواد كيميائية وجسيمات ملوثة إلى الغلاف الجوي فيسبب تلوث الهواء. أما مصادر التلوث فهي على نوعان، التلوث الطبيعي والتلوث الصناعي. التلوث الطبيعي كالبراكين والصواعق والعواصف، وهو تلوث الذي مصدره في الظواهر الطبيعية ولا دخل الإنسان فيها. التلوث الصناعي، مصدره في أنشطة الإنسان الصناعية والخدمية والترفيهية. ينتج التلوث الصناعي من فعل الإنسان ونشاطه، ولكن في استخداماته المتزايدة وبلوغها لدرجة خطيرة تهدد حياة وبقاء الإنسان. ومن أهم مصادر التلوث الصناعي المخلفات الصناعية والتجارية ودخان السيارات ودخان المصانع. كيف يتم مكافحة التلوث؟ عدم رمي النفايات على الطرقات وعدم التخلص منهم في الأنهار أو البحار، تثقيف وتعليم الأجيال الصاعدة على هذه الظاهرة، التخلص من النفايات الصلبة بالطريقة الصحيحة. امبارح أنا وماشية حبيت صور مقاطع فيديو شاركها معكم عن التلوث الموجود حوالينا، خلونا نحضرها سوا. أنا وياكم بدنا نشوف فيديو عن مظاهر تلوث موجودة حوالينا وبالعالم. الرب يسوع خلقنا هيدي الطبيعة الحلوة يلي بتمجد اسمه، ونحن بدورنا لازم نكون أمينين للحافظ عليها ونحميها. كانت معكم كارول من أسنابل نيوز.